السلام عليكم طلاب صف الثامن أساسي، سأشرح لكم اليوم درسا جديدا في مادة التربية وتحت عنوان التعليم للتنمية والعمل. افتحوا جميعا على صفحة 92 وتابعوا معي. العنوان التعليم للتنمية والعمل. في الدولة الديمقراطية المواطن ليس له أي دور ومعنى إلا في إطار المجتمع الذي يخضع إلى قوانين، والقانون هو الذي يحدد الحقوق والواجبات. ومن هذه الحقوق الحق في التعليم، الحق في الطبابة وغيرها، وبالمقابل عليه واجبات، ومن هذه الواجبات احترام القانون، دفع الضرائب. والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، أي لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل والطائفة واللغة. ومثلاً الرؤساء والحكام والمواطنون جميعهم لهم نفس الحقوق وعليهم واجبات. يشير المستند الثاني إلى ترك الأولاد العلم وانخراطهم في عالم العمل. بالمقابل هناك تلاميذ في عمرهم وراء المقاعد الدراسية يكتسبون العلم والمعرفة، فينمي من قدراتهم الفكرية والعقلية والجسدية، وهذا ما ظهر في المستند الثالث. ومن هنا برز مفهوم تكافؤ الفرص. السؤال: حدد مفهوم تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص هو تمتع الأفراد بالحظوظ نفسها والإمكانات ذاتها التي تخولهم، أي التي تسمح لهم الاستفادة من فرصة تعليمية أو توظيفية على أسس متساوية. خلاصة القول: يجب أن يكون الجميع وراء المقاعد الدراسية يستفيدون من العلم، وهذا حق لكل فرد في المجتمع. السؤال الثاني: حدد مفهوم المتعلم. المتعلم هو من اكتسب معارف ومهارات أنمت شخصيته، أي أصبح شخصية واعية مثقفة وزادت قدراته العقلية والفكرية والجسدية. تابعوا معي. لماذا أتعلم؟ السؤال الأول: بيّن مفهوم التعلم. التعلم اكتشاف لكل ما هو جديد بالنسبة للمتعلم، وبحث فيما يجهله ليتعرف إلى مبادئه وقوانينه. السؤال الثاني: أذكر عملين للدولة والمجتمعات بعد إدراك أهمية التعليم. الجواب: العمل الأول، لقد أدركت المجتمعات والدول أهمية التعليم فأقرت إلزاميته. ما معنى أقرت إلزاميته؟ أصدرت قوانين تمنع الأطفال الخروج من المدرسة والانخراط في عالم العمل قبل أن ينهي مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، وهذا القانون يعاقب الأهل. والعمل الثاني، أوجبت على الأهل إرسال أولادهم إلى المدرسة حتى عمر معين، وهذا العمر حددته منظمة الأمم المتحدة، أي حتى يكتسب الطفل مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، أي حتى صف التاسع. السؤال الثالث: أوضح من خلال فكرتين أثر التعليم على الإنسان اقتصاديا واجتماعيا. الإجابة: للتعليم دور في تطويره، نحذف الهاء ونكتب الإنسان، وتنميته. البند الأول: للتعليم دور في تطوير الإنسان وتنميته، أي تطوره. البند الثاني: تحريره من الجهل والفقر والعبودية، أي تخلصه من الجهل والفقر والعبودية. البند الثالث: التعليم ضروري لأنسنة الإنسان، أي يتفاعل الإنسان بسهولة مع أخيه الإنسان. البند الرابع: نكتب التعليم ضروري لتنمية المجتمع وتطوره. التعليم أساس للديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية. السؤال الأول: بين علاقة التعليم بالديمقراطية. ذكرنا في السابق أن الدولة الديمقراطية تضع القوانين وتحدد فيها الحقوق والواجبات، فلكل فرد حقوق وعليه واجبات. بالتعليم يتعرف المواطن إلى هذه الحقوق والواجبات فيحترمها ويحض الآخرين على احترامها، وبذلك تترسخ مبادئ الحياة الديمقراطية. الجواب: تفترض ممارسة الديمقراطية مجتمعاً يعي أفراده حقوقهم وواجباتهم وحقوق الآخرين وواجباتهم فيحترمونها، والتعليم يعرف المتعلمين إلى هذه الحقوق والواجبات ويحضهم على احترامها، أي يحثهم على احترامها، يدفعهم على احترامها، فيساهم في توطيد الحياة الديمقراطية وترسيخ مبادئها، أي تعزيز مبادئها. السؤال الثاني: أذكر العلاقة بين التعليم والثقافة من جهة والتنمية من جهة ثانية.
الجواب: إن التعليم بنشره المعرفة والثقافة والأخلاق والقواعد السلوكية ذاتها بين أفراد المجتمع، يوحد هذا الأخير ويجعل أفراده يشتركون في الرؤية ذاتها، ما يؤدي إلى النهوض بهذا المجتمع وتنميته أي تطوره على أسس علمية وعقلانية. فالتعليم إذن أساس للتنمية. السؤال الثالث: بين علاقة التعليم بالعدالة الاجتماعية. الجواب: يؤسس التعليم للعدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن، لأنه ينبغي أن يوفر تكافؤ الفرص أمامهم لمتابعة تعلمهم أو للانخراط في عالم العمل أو النزول إلى عالم العمل على أسس متساوية، إذ أنهم أفادوا من الإمكانات التعليمية ذاتها. ومن هنا عزيزي الطالب نتذكر مبدأ المساواة، تعني أن اللي يكون لجميع الناس نفس القيمة يجب أن يعاملوا بشكل متكافئ بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الطائفي أو المستوى الاجتماعي والاقتصادي. إلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله.